متابعينا الكرام في المملكة العربية السعودية، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. إليكم نشرة الأحوال الجوية الأسبوعية لهذا الأسبوع، الأسبوع الأول من شهر أغسطس، شهر 8. هذا الشهر الذي يتميز بالتقلبات الجوية في المملكة، عودة مثلا الأمطار الموسمية إلى المناطق الجنوبية الغربية والغربية، استمرار الأجواء اللاهبة في مناطق أخرى من المملكة. نبدأ هذه التوقعات بنهار يوم الأحد الذي متوقع بمشيئة الله تعالى أن يشهد هطولا لزخات رعدية من الأمطار فوق المرتفعات الجبلية الجنوبية الغربية، تشمل مرتفعات جازان والباحة وأبها، ربما تصل إلى على مشارف مناطق مرتفعات الطائف. 35 درجة مئوية متوقعة في جدة، 39 في تبوك، و43 درجة مئوية في الحدود الشمالية، 44 درجة مئوية في مناطق الوسطى بما في العاصمة الرياض، كذلك أمر في مدينة الدمام، وتكون في مرتفعات جنوب غرب المملكة 23 درجة مئوية. يوم الاثنين يتوقع اتساع حزام الأمطار ليصل إلى مدينة الطائف، وبالتالي معظم المناطق الجنوبية الغربية من المملكة تكون على موعد بهطول الأمطار هذه، كذلك قد تقترب هذه الأمطار أيضا من مدينة مكة المكرمة. هذه الأمطار عبارة عن زخات رعدية من الأمطار في ساعات ما بعد الظهر والمساء، تكون غزيرة في بعض النطاقات الجغرافية الضيقة، الأمر الذي يؤدي إلى تشكل السيول أحيانا أو جريان الأودية بشكل كبير. أيضا هذه الأمطار قد تكون أحيانا مصحوبة بزخات من البرد، وايضا تكون مسوقه بنشاط في سرعه الرياح. هذه ميزات الامطار الموسميه في هذه المناطق بشكل عام. في تلك المناطق درجه الحراره 24 في اعالي مرتفعات جنوب غرب المملكه، في ساعات النهار والصوره 17، تكون 44 درجه مئويه في العاصمه الرياض، 45 درجه مئويه في الدمام والاجواء هناك لاهبه، 43 درجه مئويه في الحدود الشماليه، 39 درجه مئويه في تبوك، و37 درجه مئويه في مدينه جده. يوم الثلاثاء يتوقع بمشيئه الله تعالى ان تصل هذه الامطار الرعديه الى مدينه مكه المكرمة، وبالتالي تصبح معظم مناطق جنوب غرب المملكة على موعد مع هطول الأمطار الرعدية بشكل يعني كما وصفنا قبل قليل في ساعات بعد الظهر والمساء، تشمل مرتفعات مكة والطائف ومرتفعات الباحة وأبها وعسير ومرتفعات جازان، ودرجة الحرارة في ساعات النهار في أعالي تلك المرتفعات طبعا 23 والصورة 16 في مكة المكرمة حول 40 درجة مئوية، 38 درجة مئوية في جدة، 39 درجة مئوية في تبوك، و43 درجة مئوية في الحدود الشمالية، 44 درجة مئوية في المنطقة الوسطى، و44 درجة مئوية في مدينة الدمام، والأجواء أيضا طبعا هناك حارة، تظهر بعض السحب والغيوم غير المؤثرة بشكل عام. يوم الأربعاء يتوقع بمشيئة الله تعالى أن يمتد حزام الأمطار ليصل إلى مرتفعات المدينة المنورة وربما أيضا مرتفعات تبوك، وبالتالي تصبح كافة المناطق الغربية مرتفعات غرب المملكة على موعد مع هطول الأمطار الرعدية بمشيئة الله تعالى، طبعا على شكل نطاقات جغرافية ضيقة، ليست جميع هذه المناطق، لكن ذلك لا يمنع أن تكون هناك بعض الأمطار الغزيرة وتشكل للسيول وجريان الأودية في تلك المناطق. تشمل ذلك مرتفعات تبوك والمدينة ومرتفعات الطائف ومكة ومرتفعات الباحة وأبها وعسير ومرتفعات جازان. درجة الحرارة في جدة تكون ب 36 درجة مئوية، في تبوك 38، 44 في الحدود الشمالية، 44 في كل من الرياض والدمام، بينما تكون 22 درجة مئوية في جبال جنوب غربي المملكة. يوم الخميس لا تغيير شامل على الحالة الجوية، تبقى فرص الأمطار قائمة على معظم المرتفعات الجبلية الغربية من المملكة، وتكون درجة حرارة 36 في جدة، 38 درجة مئوية في تبوك، 24 درجة مئوية في جبال جنوب غرب المملكة. أجواء لاهبة في وسط وشرق البلاد، 45 درجة مئوية في كل من الرياض والدمام، و43 درجة مئوية في الحدود الشمالية. نختم هذه النشرة الجوية الأسبوعية بتوقعات يوم الجمعة. لا تغيير تشمل على الحالة الجوية، تقريبا توقعات الأحوال الجوية تشمل أن هناك أمطار رعدية في جبال جنوب غربي وغرب المملكة، أجواء لاهبة في وسط وشرق المملكة بشكل عام، وطبعا درجات حرارة في منتصف الأربعينيات في الرياض والدمام بتوقعاتنا لنهاية هذا الأسبوع. إذن هذا كان كل ما لدينا بشأن الأحوال الجوية لهذا الأسبوع. أتمنى لكم جميعا أسبوعا مباركا أينما كنتم، دمتم دائما بخير ومحبة. إلى اللقاء.